مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل محبيني وكل مشاهديني. حبيت النهاردة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عاد عليكم الأيام بخير وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وكل ويجعل كل أيامنا أعياد يا رب، ويخلي لكم أولادكم وأحفادكم وكل حبايبكم كلها. الأيام الجميلة بتجري، النهاردة يعتبر هو اليوم بيجري أول يوم، لسه بقى 3 أيام وحلقهم جري بسرعة. وأنا النهاردة بقول لكم، كنت عايزة أقول لكم نبعد شوية عن المطبخ ولا نخلينا في المطبخ. هو عموما عيد الأضحى ده بيبقى كلنا واقفين في المطبخ. كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعود عليكم الأيام بخير، وإلى اللقاء في مطبخ ماما سوسو، وباي باي.